السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمتابعينا في دورة Sentences, Clauses and Phrases. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الموضوع الأخير في هذه الدورة، وهو موضوع Sentences. خلصنا Phrases و Clauses، واليوم سننتقل إلى Sentences ونشوف شو أنواعها. إذا اليوم موعدنا مع الدرس السابع Lesson 7، وهي محتويات الدرس السابع. الدرس السابع راح نتكلم عن simple هاي types of sentences، أنواع الجمل. راح نتكلم عن simple sentences والcompound sentences يعني بالأحمر. الدرس الثامن إن شاء الله من نغطي complex sentences والcompound complex sentences. إذن اليوم خلونا ننطلق إلى simple والcompound sentences. إذا هاي هي الأنواع، عملناها بشكل عشان يعني يسهل حفظها وتذكرها. simple sentences، types of sentences في الوسط، simple sentences، compound sentences، complex sentences و compound صلح spelling هاي compound complex sentences. أول شيء خلينا نقول شو فائدة هذا الكلام. الفائدة هذا الكلام مفيد جدا في عملية الرايتنج. ليش؟ لأن في الرايتنج إذا أنت بتكتب موضوع ممتاز وكله simple sentences بتخسر علامات. يعني من الأشياء المفيدة والمهمة في كتابة أي موضوع إنشاء اللي هو تنويع الجمل. يعني لازم يكون عندك جمل مثلا compound، جمل complex، جمل simple، بس كلها simple simple ما يعني بتخسر كثير في علامات الرايتنج، خاصة بالاختبارات زي الآيلتس وزي التوفل أو غيرها، يعني اختبارات الدولية. فضروري إذا يعني نعرف إنه يعني في عنا أنواع من الجمل ولازم نستخدمها. إذا common weakness هاي يعني نقاط ضعف شائعة in writing is the lack of varied sentences، هو نقص الجمل المتنوعة. Becoming aware of three general types of sentences, simple, compound, and complex, can help you vary the sentences in your writing. لما يكون عندك إدراك ووعي بأنواع الجمل خاصة simple, compound, or complex، يعني يكون عندك قدرة وبساعدك في أنك تنوع الجمل في writing. The most effective writing uses a variety of the sentence types explained below. يعني الكتاب يكون فعالة إذا أنت استخدمت يعني أنواع وأشكال متنوعة من هاي أنواع الجمل. خلينا نشوف simple sentence، يعني متى بنقول إنه هاي الجملة simple. أول شيء a simple sentence must have a subject and verb، لازم يكون فيها subject و verb. يعني لو كان عندنا verb لوحده لا يكفي، إذا لازم يكون subject و verb. طبعا ما لم يكن فعل امر. اذا لازم يكون عندنا subject و verb. لازم الجمله تكون مستقله independent. شو يعني independent clause؟ يعني جمله مستقله، بمعنى اخر انه يكون لها معنى. عشان هيك انتقلنا للنقطه الثالثه اللي هي it must be meaningful، يعني لها معنى، ما بتعتمد في معناها على تكمله جمله اخرى. إذا نعتبر جملة simple sentence إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة subject and verb and it is an independent clause وثلاث it is meaningful. الآن خلينا نأخذ أمثلة على simple sentence. عندنا مثلا سامي waited for the train. عندنا subject نعم، عندنا verb نعم، وتكملة الجملة، إذا هاي simple sentence. طيب لاحظوا معي انه السبجكت ممكن يكون مركب، يعني هدى اند ليلى توك ذا بس، ما عندنا مشكله، هاي سمبل سنتنس. اللهم انه السبجكت يعني مركب. طيب اي هيلبت هدى اند ليلى ات ذا بس ستيشن، لاحظتوا هنا ايضا هدى اند ليلى اجت اوبجكت، ما علينا، المهم عندي سبجكت وفيرب والاوبجكت اجى يعني مركب من اكثر من اسم، مركب يعني اكثر من اسم، بس ظل simple sentence. هدى and ليلى arrived at the bus station early but waited until noon. لاحظتوا نفس الشيء هنا،
لو أخذنا الجملة الأولى هاي، هدى and Layla arrived at the bus station، فيها subject to verb. لاحظت الجملة الثانية هاي waited until noon، waited ما فيها subject، ما فيها subject، إذا ما بنعتبرها هاي جملة. إذا بط ربطت يعني جملة وجزء من جملة، إذا هاي بتكون simple sentence. أيضا في عنا رابط and، ممكن نربط two adjectives، يعني صالح is smart هاي simple، وصالح is smart and strong ظلت simple. ليش؟ لأنه ما عندي جملتين، عندي جملة واحدة اللي هي صالح is smart and strong. إذا يعني ما بضرني إنه يكون عندي two adjectives أو two nouns، والناس يعني يكونوا subject أو object، ما عندي مشكلة. أيضا ممكن يكون عندي two adverbs، أيضا بتضل يعني simple sentence. بعد الأرقام بعتذركم. إذا أحمد drives carefully and safely هي simple sentence. إذا لاحظتوا إنه simple sentence لازم يتوفر فيها subject and verb زي ما قلنا قبل شوية، ولازم تكون مستقلة بالمعنى، تعطي معنى تام، وأيضا يكون لها يعني تكون meaningful يعني لها معنى تام. الآن خلينا ننتقل للcompound sentence. الcompound sentence لازم يتوفر فيها عدة شروط. الشرط الأول إنه يكون عندنا جملتين مستقلتين ويكون بينهم رابط اسمه coordinating conjunction. رايحين نجي له هذا، خلينا نعرفه. أيوه compound sentence، كما يبدو إنه أنا أسرعت شوية. هاي compound sentence. compound sentence definition: a compound sentence consists of two or more independent clauses. يعني لازم تتكون من جملتين مستقلتين أو أكثر. connected to one another، يعني مربوطين ببعض. with a coordinating conjunction. شو المقصود بcoordinating conjunction؟ coordinating conjunction اللي هو روابط، هاي الروابط اللي هي لخصها في كلمتين fan boys. شو يعني fan boys؟ حلو fan boys. هاي fan boys عشان نتذكرها، الاف يعني for، وfor هنا معناها because. تذكروا انه for هنا معناها because، يعني هاي احدى معاني for انها because. for لها معاني كثير، احد معانيها because. هنا طبعا معناها ايش؟ because. اذا الاف يعني for، طب الاي يعني and، الان يعني nor للنفي، البي يعني but، الاو يعني or، الواي يعني yet، الاس يعني so. اذا هاي الروابط اللي بننتبه لها، اذا متوفر في عنا جملتين مستقلتين أو أكثر مربوطة بأحد الروابط هاي اللي هي سميناها coordinating conjunctions، معناته بتكون الجملة compound، يعني جملة مركبة. compound يعني مركبة، simple يعني بسيطة. طيب خلينا نأخذ أمثلة على هذا الكلام. جو waited for the train. لاحظت جملة كاملة. طيب نأخذ انسبط الآن. the train was late. The train was late، جملة كاملة. But شو عملت؟ ربطت جملتين كاملتين، لا تنسوا الفاصلة قبلها. إذا على طول أسميها هاي compound sentence. طيب هدى and ليلى arrived at the bus station before noon، هاي جملة كاملة. طيب انسى and، they left on the bus before I arrived، لاحظتوا؟ جملة كاملة. إذا and ربطت جملتين كاملتين ولا تنسوا الكوما. هدى and Layla left on the bus before I arrived. So I did not see them at the bus station. انسى so. عندك جملة كاملة، هدى and Layla left on the bus before I arrived. جملة كاملة، I did not see them at the bus station. الآن عندنا إذا جملتين في 1 2 3. لاحظوا هنا عندنا يعني ثلاث جمل، لأنه في التعريف قلنا ايش قبل شوية؟ بالتعريف قلنا انه two or more، يعني ممكن يكون ثلاث جمل او اكثر. طيب نشوف هنا بالامثله. The meal was expensive، جمله كامله. It was bad، جمله كامله.
I threw it away جملة كاملة. إذا مربوط عندنا ثلاث جمل but و so. لاحظوا الروابط but and so but so، يعني إذا هي روابط من ال coordinating conjunctions. طيب نأخذ أمثلة أكثر. Is the party on Friday or is it on Sunday؟ لاحظتوا هذا سؤال كامل، هذا سؤال كامل. Is it on Sunday؟ Is it on Friday؟ ربطناهم بور. Samia got a high grade for يعني because she studied hard. عندنا Samia got a high grade جملة كاملة، و Samia studied hard جملة كاملة، ربطناهم for اللي هي بمعنى because. طبعا شو بعرف انه معناها because هنا؟ من السياق، يعني هنا مبين لو حطيت because بتطلع الجملة تمام، يعني ما معناها منذ ولا معناها لي ولا معناها شيء آخر، معناها هنا because من السياق. كمال wants to buy a new car yet معناها but، yet يعني but he doesn't have enough money. كمال wants to buy a new car جملة كاملة، he doesn't يعني كمال doesn't have enough money جملة كاملة، ربطناه بيت حطينا كما. لاحظتوا إذن يعني لازم يكون عندي جملتين كاملتين ومربوطة بcoordinating conjunction حتى أسمي هاي الجملة compound sentence. طيب عشان توضح الصورة أكثر خلينا نقارن بعض الجمل البسيطة ببعض الجمل المركبة. Compare يعني قارن. هدى and ليلى arrived at the bus station early but waited until noon. هاي الجملة simple. لاحظ هنا هدى and ليلى arrived at the bus station early but they waited until noon. لو قارنت الآن بينهم هاي simple وهاي compound، ليش؟ شو الفرق بينهم؟ لو دققت النظر تلاحظ انه بعد but هنا في عندي verb، وقلنا verb لوحده لا يكفي، يعني بمعنى آخر هاي مش جملة waited until noon. يعني لو قلنا هدى and ليلى arrived at the bus station early جملة كاملة، لكن لو قلنا waited until noon مش جملة كاملة. طب لاحظ هاي بعد بط عندي they waited، يعني هدى and ليلى waited until noon جملة كاملة، وهدى and ليلى arrived at the bus station early جملة كاملة. إذا بط هنا ربطت جملتين كاملتين مستقلتين سميناها compound، لكن بط هنا ربطت جملة وجزء من جملة. إذا الجملة هاي مش كاملة معناته بالضبط simple. لاحظتوا حتى هنا ما نحط كما، الكما هنا نحطها في حالة وجود جملتين كاملتين. نفس الشيء لما أقول I like tea and coffee، طب خذ I like tea جملة كاملة، طيب شيل and coffee، هل هي جملة كاملة؟ لا، إذا هي simple. لكن شوف هاي I like tea جملة كاملة، I like coffee جملة كاملة، and إذا ربط جملتين كاملتين إذا هاي compound sentence. لاحظتوا الفرق يا جماعة؟ شيل and بظل عندك جملتين كاملتين I like tea I like coffee، شيل and هنا صار عندك جملة كاملة وجزء من الجملة، إذا هاي مش compound. إذا شرط الكومباوند يكون عندي جملتين كاملتين ومربوطة ب coordinating conjunction. طيب ناخذ على or. لاحظوا هنا خلينا أعملها بلون ثاني. أيوة لاحظوا معي. Do you want to go to the zoo or stay at the hotel؟ لاحظتوا هنا هاي سؤال كامل Do you want to go to the zoo، لكن هل هذا سؤال كامل؟ Stay at the hotel؟ لا. طب لاحظ هذا، إذا هاي simple. Do you want to go to the zoo or Do you want to stay at the hotel؟ لاحظتوا Do you want to stay at the hotel؟ يعني سؤال كامل. Do you want to go to the zoo؟ سؤال كامل. Or ربط سؤالين كاملين، إذا هي compound. يعني أتوقع الآن بعد المقارنة أصبحت الأمور واضحة، الفروقات بين simple والcompound sentences. عناوين للتواصل كالعادة هي الإيميل والواتس وتويتر، وإن شاء الله نلتقي في الدرس الثامن بالcomplex sentences والcompound complex sentences. وهذا خالد الخطيب يحييكم، وإلى اللقاء في الدرس الثامن بعون الله.